بالأمس مد ماكرون قدمه حيث كان يعطي دروسا مجانية للطغاة العرب ليحافظ على استمرارهم. لم يكتفي بالنصيحة سرا، الأمر تطور للنصائح علنية. حدث هذا مع السيسي أكثر من مرة، تلك إحداها على سبيل المثال. لم يكن السيسي هو الأرعن الوحيد الذي واصل ماكرون نصيحته له علنا. حامل المنشار كان حاضرا أيضا في النصائح العلنية لماكرون المغرور. تأطأت رؤوس الطغاة العرب جعل الأمر يتطور مع ماكرون الفاشل فرنسيا من التنظير وتقديم النصائح للطغاة إلى تقديم خلاصة تجربته الملهمة إلى دولة بالكامل، كما حدث مع لبنان مؤخرا ليس مرة بل مرات. كل هذا والطغاة والفاسدون العرب لا يجرؤون على الرد، فطبيعي أن يتطور الأمر مع ماكرون ليدعم صحيفة شارل إبدو عندما نشرت صور مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام للمرة الثانية وقال وماله أنا بدعم الحريات. وأيضا حينها لم تهتز شعرة في رأس أي من حكام العرب المنشغلين بتثبيت عروشهم بخدمة جيش الاحتلال لعل إسرائيل تحمي مؤخراتهم. كان طبيعي أن يكون التطور الطبيعي للحاجة الساعة كما يقول الإعلان الشهير لمشروب الشعير. التطور أن ينظر ماكرون المنفوخ غرورا في ظل طقطقة رؤوس الخونة العرب، طبيعي أن يصل به الحال للتنظير على الدين الإسلامي نفسه. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Y compris dans des pays où l'islam est la religion majoritaire. Regardez notre ami la Tunisie, pour ne citer que cet exemple. Et donc, il y a une crise de l'islam partout qui est gangrénée par ces formes radicales, par ces tentations radicales. Et par une aspiration à un djihad réinventé qui est la destruction de l'autre. ماكرون على يقين أنه لن يجد ممانعة ولا ردا ولا استياء من إناس هم أذل من اعتلوا العروش. ملوك الطوائف الجدد لن يتحدثوا، فالإسلام لا يتحمل وزر قيادات كرتونية مزيفة من صناعتكم، كما أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القرة داغي، حيث طالبه بألا يقلق على ديننا، فهو لم يعتمد في يوم من الأيام على دعم سلطة ولا رفع الإسلام سيفا في وجه من عارضه ليفرض رايته. الإسلام ليس صناعة بشرية كي تخاف الضمور والكساد. لسنا في خوف على ديننا ولا نحتاج يا سيادة الرئيس كما يقول القرة داغي لمن يبصرنا بوجود أزمة. ونحن نقول المستقبل للإسلام. هذا ما يقلق ماكرون. التوسع الإسلامي هو ما يقلق ماكرون وتلاميذه من طغاة العرب، أمثال وزير التسامح الإماراتي نهيان مبارك النهيان لما حذر أوروبا من أن إهمال الرقابة على المساجد أدى لوقوع هجمات إرهابية هناك. انتشار الإسلام في أوروبا هو ما يقلق ماكرون، حيث تضاعف عدد المسلمين في أوروبا في 30 سنة الماضية. فرنسا على سبيل المثال، معدل الخصوبة للمرأة الفرنسية 1.8، في حين أن معدل خصوبة المرأة المسلمة في فرنسا 8.1. المقارنة ترعب ماكرون. إنما أصبح جليا الآن أكثر من أي وقت مضى أن ماكرون ومن على شاكلته يتشاركون مع ملوك الطوائف العرب في رعبهم من الإسلام. نقول لماكرون اطمئن، هذا الدين سيظل داعما للحق ناصرا للمظلوم، تماما كما نصر بالأمس سليمان القانوني فرنسا بعد معاهدة مدريد المذلة حين انتصر امبراطور الرومان وملك أسبانيا على ملك فرنسا فرانسوا الأول. انتصروا عليه وأسروه سنة 1525، فاستغاثت فرنسا بخليفة المسلمين سليمان القانوني،
فأرسل الخليفة العثماني المسلم رسالة تاريخية أعلن أنه سينصرهم. تلك الرسالة تحتفظ بها فرنسا في المكتبة الوطنية الفرنسية في القسم شديد الأهمية والذي يحتاج لتصريح خاص لزيارته. وبالفعل ذهب خير الدين بربروسا بأمر من السلطان، ذهب بأسطول بحري من 100 سفينة و30 ألف جندي لينصر فرنسا المظلومة، وفعل بربروسا وحرر نيس بعد أن انتصر على الروم والأسبان. هذا الدين سيكتسح شاء من شاء وأبى من أبى بالعدل والحق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.